قرر وزير الاتصالات جمال الجراح تضييق الخناق على محال الهواتف الخلوية دفع أصحابها إلى التحرك رفضاً للقرارات المتتالية التي بدأت بتثبيت سعر بطاقات التشريج وتحديد سقف الربح ب 125 ليرة للبطاقة الواحدة، ثم منع المحال من بيع شرائح السيم كارد وحصرها بوكلاء لها بدءاً من الأول من شهر أيار. عم يبيعوا معنا فيديوهات ومعنا إثباتات عم يبيعونا فوق السعر، إنه الوكيل عم يبيعنا ب 35 و40 دولار الخط، معنا جملة قادرين نقدمها للنيابة العامة، وهذا إخبار للنيابة العامة. رفض الوزير الجراح لقاء وفد من المعتصمين واكتفى مستشاره بتبليغهم حتمية هذا القرار للحد من المخاطر الأمنية ومن تزوير الخطوط. في شباب من عنا طلعوا اجتمعوا مع مستشار وزير الاتصالات استاذ نبيل يموت، وقال هو مصر عليه القرار. عرفتي كيف؟ ما بعرف اذا عنده اولاد هو كيف بده يصدر قرار يعطل يشرد عالم يشرد قطاع بكامله. هو اكثر واحد استاذ نبيل يموت بيعرف قد سوق الاتصالات مستفيد من الخطوط، قد تجار الاتصالات مستفيده منها الخطوط. الجواب كان انه الموضوع امني، نحن كلنا تحت سقف القانون، لقي اي اليه ونحن معه يا سياده الوزير، بنمضي لك عوياض، نحن قلنا 25 سنه عايشين على هالنمط من المعيشه ومتكلين رزقتنا على هيدي بيوم بلحظه بشخطه قلم بدك تقعدنا بالبيوت وتشردنا. نحن القطاع الوحيد لنحن مستفيدين بالحد الأدنى وقبلنين من الحد الأدنى، حتى الحد الأدنى بكون تحرمونا إياه، بس إنك تحط الخطوط بين إيدين الوكلاء بس نحن ما منرضى بهذا الشيء أبدا. يمنع أصحاب المحال بعد الأول من أيار بيع الشرائح إلا عبر الوكيل إن كان ضمن السوق اللبناني أو من خلال تصدير الشرائح عبر الإنترنت، وذلك تحت طائلة الغرامة المالية، إلا أن أصحاب المحال يتوعدون بتحركات أكبر في حال السير في هذا القرار. رواند أبو خزام، قناة الجديد.